يا هلا أصدقائي، اليوم معنا موقع مميز بنضيفه لسلسلة مواقع بتغير حياتك. وبصراحة هذا الموقع أنا ما بنصح أي أحد يسافر بدون ما إنه يشوف هذا الموقع بالأول. كل ما عليك إنك تفوت على الجوجل وتكتب جوجل فلايتس، هاي جوجل فلايتس واضحة أمامكم، وتعال على أول رابط. لما بتدخل على هذا الموقع بكل بساطة حط انت تفاصيل رحلتك، مثلا دمام، where to، عمان، اكتبها بالانجليزي، مان جوردن، مثلا round trip ولا one way ولا multi city. خلينا نقول مثلا one way. عندك واحد adult children الى اخره، التفاصيل المعتادة عليها، economy والتاريخ مثلا هنقول بدي اروح على وقت الاجازة اللي هو 16 جون. هايدا الآن ليش أنا حكيت لكم عن هذا الموقع لحد الآن؟ لأنه هذا الموقع بكل بساطة بجيب لك أكثر من شركة طيران وبيعمل لك مقارنة بالأسعار، فأنت كل ما عليك إنك تختار الرحلة الأرخص. فمثلا هو عندي بيست فلايتس، لاحظوا طيران الجزيرة، فلاي ناس، السعودية، الملكية الأردنية، شايفين. وأنت ممكن تعمل فلتر من ناحية السورت، بيست برايس، برايس، ديبارتر، ارايفر، ديوريشن، ايكونومي. فهذا الحلو فيه انه امام عينك بيجيب لك اكثر من شركه طيران بالمواعيد، بالستوبس، وبايش كمان، بالاسعار. فبنلاحظ انه طيران الجزيره 362 ريال which means nothing at all يا جماعه. وفي عندك اثر فلايتس واسعار مختلفه. فهذا الحلو فيه انه بيجيب لك مقارنه ما بين شركات الطيران على نفس الديستنيشن اللي انت رايح له. I hope you like it. تحياتي.